نستضيف كذلك احد افراد الوقايه المدنيه لكي يرافق الزملاء ديالو على مستوى هذا الدوري. اليوم وصلتوا النصف النهائي، شنو يمكن تقول لنا على هذه المباراه وعلى هذه الاجواء اللي كتعيشوها هنا بملعب بلدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بادئا ببدء كنتوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الانجاز، هذا الدوري هذا، من الصحافه، من المسؤولين، من الناس اللي تعاونوا مع هذه الفرق هادو وخلاهم توصلوا لهذه الدرجه ديال التنظيم العاليه. بالنسبه لهذه المقابله هذه، كما كتعرفوا فانك دخل في واحد الدوري اللي منظم في مدينه العرايش، واستطعت الممثلين ديال الفرق ديال الوقايه المدنيه استطاعت توصل للنصف النهائي. كنتمنى اللي يلعب مزيان هو اللي يربح، رغم ان عندي واحد الميول شويه الناس ديال الوقايه المدنيه يكونوا يلعبوا ويديروا اداء وفوزا يحققوا شي نتيجه مرضيه اللي ترضينا حنا وترضي هذا الجمهور هذا اللي حضر. النتيجه شنو يمكن تقول عليها؟ التوقع ديالك؟ التوقع ديالي كنقول 4-0 ان شاء الله. نتوما ان شاء الله ان شاء الله الوقايه المدنيه بطبيعه الحال. غنشوفوا حنا نتبعوا المباراه ونشوفوا ان شاء الله. تبارك الله عليك. الله يعافيك. شكرا. اذا ننتقل بكم مباشره الان الى انطلاق المباراه. مباراه نصف النهائي الاول اللي كتجمع في هذا الاثناء ما بين فريق القميص الازرق ممثلي عن جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي عماله اقليم العرائش وفريق مرتدي القميص الذي يميل الى الاسود، هم فريق لافراد الوقايه المدنيه. اذا كما تشاهدون الان انطلقت المباراه على مستوى الملعب البلدي اليوم 20 ابريل 2015 ابتداء من الساعه 6:30 مساء. لان كما تشاهدون الكره الان عند فريق افراد الوقايه المدنيه لكي يدوزوا لي باس فيما بيناتهم. اذا مقطوعه من طرف فريق لاعبي جمعية الأمل الاجتماعية للموظفي عملت إقليم عرائش. لازلنا في تغطية مستمرة لنصف النهائي الأول عن هذه المجموعة. دوري المهنيين هو من تنظيم جمعية صدى الشمال.